الانطلاقة لصالح المنتخب الجزائري. كرة هدف، كرة هدف، جول 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 جول. إسلام سليماني، إسلام سليماني يفك الشفرة، يحل العقدة، يهز الشبكة، يفتح بوابة التسجيل، يفتتح السكور ويبتعد في الركور، يسجل هدفه 41 مع الناشونال تيم. إسلام سليماني، إسلام سليماني اليوم يسجل الهدف الأول في هذه اللحظات الأخيرة. إسلام يفتتح بوابة التسجيل، إسلام سليماني يفتتح بوابة التسجيل ويسجل الهدف الأول. 1-0 للخضر. التمريرة من رياض محرز، قال له هاك الكرة، خذ الأسيست وسجل وهز الشباك، جمهورك وراك. حطها بيسرى في الزاوية البعيدة للحارس إبراهيم أكوني، كنا نبحث عن هذا الهدف. إسلام سليماني يسجل ويجيب، يسجل الهدف 41 في مشواره مع المنتخب الوطني الجزائري. 1-0 للجزائر أمام غينيا في هذه المباراة الودية. اهتزت الشباك وتغيرت النتيجة وتحركت المدرجات بملعب ميلود هدفي بوهران. 1-0